مناسبتنا وكقب صنطي هوتل بوخ اي مقالة قبلي ايا وحال لغوش عيني يي مشرح لمدى محمد عبد الله تامع بوخ او اترتما يا دورشادة قراها بارلمانكا اي لفيلة يو ان اي دالك كقب صنطو دبا يا قادة سند كان حفلتنا او اهيد مدى اي كسو قيب غالين وقال صلادين وحقرد سياسيين هوين ايو وليبا داليارادة قبل كقبلي وحانا سوبو حدافية مداشة تاقير ياشا مشرحة او ككل يميد قبل دا الصومالي لان دمان مسؤولين تيالكا كهضي ايات المامي مهي مدى ومشرحة اولي هاي برشادة قبل كقبلي مشرح محمد عبد الله وحويان مشرح اي دادوينه عصدان اي سوق الدمين اي دادوينه وطاويان دمان تين الدعينه داد كان هوقو الرئيو عن ديار نقنو جيد ايانا المغلم وانين دليرا وانين متعلمة حفلة دليها بيسان اي لا هولا غوية لي اي لقوه قابين الله يبدا نوسكيسا دعا هيك روح انا هرين بوهي بيسان قويس كمانت محمد عبد الله شامع بوخ وكسر رحي هاي وعلي هاي واتقاني سيدا قف لوسو سارو ده قبلي دادك سياسيين تيه متليه لو دور تيبان انا قولي قبلي احان مو قولين نين قبلي مركا لغا دور تهر جيسا وقورا ايو حانو دورينا نين قبلي مال قشدا ري قبلي احان مركا نفقو دي كوالي او حان تي قشدا او اقل خلا وقويران ايان دورينا مهيمة دو حوي محمد عبد الله مانتا قبلي يوردن بوش رحيه ادين كوين اطلعات او حسيسا اتكسو سارتانو بالا يذكربا لكن إنك أسعدوا يا لوا رجع بلي متبالي هاي أنا قلنا بهوي ترى حرر بحد لا يعكس كوتمي متبالي هاي وعلي هاي ما أنت واحدين شرحان أقويهن إسوع عن تاريخين إسوع عن مل كلو دوفين قبل كقبله كسو سارتي هنتي أنت على كنار كنو وحنا نقول علي هاي أذكينا عاشينو محمد عبد الله جامع بوخ محمد عاو حين نوصو بندقاي إنو شرحي هاي قولها وكيلة ده إيه جمهورية الصومالي لاند وقتك إنو قصو صعودة محمد عبد الله أنا قوض الشقين بانو يالاني مددي حسبقا انشوغي آد بانو وض الشقيني واندين قوشي حسبقا قيب دون كولي محمد عبد الله وحنا ندكو دردارة يادتك هالكا فردية عاوة سيدا عدو صو حسين ايه رغوتي مع الدين اين عدو عدو كانو سيسان لدن قيمها بضان مرشح نمضى محمد او اهني صاحب كيا او قيمة بضان او قلمة او قلمة كرسي او مانتا ما راك تيوش رحية هاي ايه قلها وكيلة دا قفقا انو دوران انو قف نوعية ايوية محمد وين وضع اركينا قفقا مركو نولشي سبسو ee u dadaalo ee bulshadiisa iyo dadkiisa wax soo kordhiyo ayuu umadana wax tari kara maxamed in la doorto sababtan caawa ku qaadanay inaanay idin sheegaya nin baanu maalin meel iska soo raacnay wuxuu yiri maanta waxba igu dhacay buu yiri maxaa ku helay baan idho aniga xildhibaankii aan dooranu gaadhigii meel laga wada goostay buu yiri waxaan uga jeedaa محمد مانتا وحو شرحان يا هاي هاوين كان رير قبيلة يا ودا ما استرانا دار انا نقو هاوين كان هاي حلدبان كان او اه انو مشرح ما ورانا يو وحلدبان محمد عبد الله تامع بوخ حلدبان كان سوا حد دورانا يا رير قبيلة با دورانا يا قول اما دورانا يسو نكي يدا هذا محمد عبد الله وحد دورانا يا رير بين بوشيك يا محمد عبد الله هذا هو هاي رقاشة قبلك هذا هو هاي جفعة قبلك أنا محمد وحن نقود هاي مركي كوات وحن نقود هاي نيكا كاليا ايكا عصتا ايكا قبلك قبلي ولا شيء ايما انتو حانتي هاي حانتي نسيان لاتي ينوى جالي هرقيسة تورا وحن قود هاي قبلك قبلي او كو اعميني حانتي نسي وقد ما ينتي مشرح محمد عبد الله تامع بوخ ايا تاغيرياشي ساوغم هاد اليي تاغيرا دا اي سيين استقوط الماما ان هادي او كسو بحو دورشدا او كشقين دونو خور مرنتا برشدا قبل كقبلي وحاي هالكان انكا شيقي دونا نور غضب او يقو كلفي مشرح نمضا وحاي يقو كلفي مركان الكيب باهيدا شرعي اي برشدا دا هاي ستا انيقو او نسايا شرعيقا ايا نسايا دونا دولة دي مدونا وشرعيقا
iyo ilaalinta qaanuunka taas ayaanan u taaganahay. Waxa kale oo igu kalifay inaan halkan soo istaago oo idhaahdo waxaan maanta u sharaxanahay xildhibaanimada gobolka Maroodi Sheex. Markii aan arkay xildhibaanadii loo doortay gobolkan oo ka muuqan waayey oo aan waayey meel alla meel ay joogaan oo ka muuqdaan, waxaan ka ballan qaadayaa maanta inaanan musharaxnimadan aanan ahayn nin u soo shaqo tagay oo maanta wax u soo doontay, laakiinse u damqaday dadkiisa. Maalintan iyo dooratan noqon maayo nin gobolkan ka guura oo u guura meel kale oo iyo gobol kale. Waxaan xogogaal u ahay dhib kasta oo haysata iyo barkad kasta wixii ka jira gobolkan. Waxaan ognahay in Gabiley ay buuxisay shuruudihii gobolnimo, laakiin ay weyday cid u dhaqdhaqaaqda oo sharciga ugu hilisa. Waxaan ballan qaadayaa inaan ka shaqayn doono sida ay u heli lahayd Gabiley xuquuqdeeda ka dhiman ee ay ku leedahay Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolnimo. Sharcigu haddii uu ku shaqeeyo oo uu hilgalo waxay sharci u leeyahay gobolka uu ka soo jeedana in xuquuqdiisa ay xuquuqda heli doonto. Maanta waxay Soomaaliland ku iibsamaysaa in ay hirgalaan doorashooyinkaasi oo aynu barbar istaagna madaxweynaha, asxaabta baarlamaanka Soomaaliland oo dhan ay garab istaagaan sidii doorashooyinkaasi u qabsoomi lahayeen. Waxaan ahay oon ballan qaadayaa nin aad la xisaabtami doontaan oo gobolka cid kasta kiisa baahan, kiisa dhibaatada soo korodha, inila garab taagan, sharcigana inigu hilin doona. Waa Saciid Nuuc Kibaar, Saciid Madobe, Telefishinka Caalamiga ah ee Badcas, gobolka Gabeley.